بالراحه يا سعاد بالراحه. حاضر يا بدران، انا هعمل ايه؟ انا هغير لك على الجد. الله، قول لي يا بدران، عملت ايه بقى في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ بفكر. نعم، انت لسه هتفكر يا بدران؟ حرام عليك، ده انا بطني قربت تبان وهتفضح قدام الناس كلها. ما نعملك ايه يا سعاد، ما انت جالي بلوه برضه. ما هو غصب عني يا بدران. غصب عنك ليه؟ وانا كنت ضحكت عليكي وخدتك في حته ضلمه، ما كله كان برضاكي. اللي حصل 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 اسود. طب ما خلصتيش من بره بره ليه؟ دي شك الدبوس، وان كان على قرشينات انا اقوم معاكي بالواجب وبخصمه من ميتك. انا رحت عند الدكتور. قال لي لو عملت العمليه دي فيها خطر على حياتك. يبقى مش دكتور، من بكره هروح ارفع عليه قضيه واشتكيه في النقابه. خطر على حياتك؟ ده لو ما عملهاش يبقى خطر على حياتي انا، ولا عشان بخت اهلي انا الاسود؟ يا بدران حرام عليك، اهلي ناس غلابه، لو عرفوا حاجه زي كده ممكن يروحوا فيها. كمان طلع لك اهلي، دي حلوت على الاخر. دبرني يا اخويا، انا مش عارفه اعمل ايه. يا ريتني كنت اخوك دلوقتي. يا ريتك كنت اخويا، وبعد اللي عملته خلاص دلوقتي خلاص. اسمعي يا بت، ما تجيش هنا تاني، ما عدتش عايز سكرتيرات. ايوه كده، بان على حياتك يا بدران. يعني انت مش عايز تقف جنبي؟ لا. طب والله يا بدران هفضحك قدام الناس كلها واقول كل حاجه. سعاد كده يا سعاد تفهميني غلط وانا مجروح. تخص عليك. اقعدي يا سعاد، اقعدي لو سمحت، اقعدي عشان انا تعبان. انا قصدي انت في اجازه مفتوحه على الاخر عشان تريحي وعشان لبطنك، ومهيتك ماشيه زي ما هي عشان تتغذي وتتقوتي، مش عشانك انما عشان ابني. بس يا ريت تسلم الورق اللي عندك عشان ده بتاع ناس ملناش فيه. واتفضلي يا ستي، مهيت شهر قدام عشان تعرفي قد ايه انا بحبك. بس هخصم 200 جنيه عربون اتعاب القضيه اللي هرفعها على الدكتور. قومي تعالي في حضني يا ام ابني. يا ترى سميتيه ولا سمه انا؟ اسميه انا. والمصحف ما قلت حاجه ولا اتكلمت ولا جبت سيره حد، والمصحف ما قلت حاجه. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع، خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولع لي. ارد عليك عم الشيخ. صدق
معلم النوح كبير الصحراء جماله حفظها شبر شبر واسمه عندنا زي الجنيه الذهب ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقت معلم أبو سنة يا جمالك يا معلم يا خال يا كبير الكبار يا أمير الأمراء يا مكيف الكيف يا أصل الدويقة ومنشية ناصر صيتك من الصعيد لغاية هنا خميس أبو سنة أفندينا رنس المزاج أبو الرجال وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش خلاصة الكلام يا رجالة الفرقة خطر والمصلحة تحكم قبل ما تكمل يا باشا الحكاية أصلها الدم والدم أصله غدر دي ما تسويش دي يا أبو سنة الموت أهون يا نوح ايوه بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا اخوك الكلام هنا يفرق قوي يا معلم ابو سنة جرى يا رجاله انا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات اللي فات مات كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر الله اعلم خلصتك منه ازاي وانت ابو سنة بضاعتك بدات تشيح في السوق هتنكشف والشغل الشعبي ما بقاش يليق بافندينا شوفوا يا رجاله كلنا عارفين قانون اللعبه كويس اللي هيورب سنه هيقع عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا واللي مش عايز ما يلزمناش السوق زي ما ليه ايد بتدي ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص ربنا يا رب يعوضنا على البضاعه اللي راحت إذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا نعرف فاتحة على المرحوم آمين 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 فاتحة عهد والعهد سيف على رقاب الكل بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا فك نفسك وقول أبو سنة هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال سعيكم مشكور يا رجالة استنى انت يا خميس عايزة اسر باشا اسر باشا ايه في ايه مال مصيبة طب خد نفسك كده وقول ده في ايه الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله قتلوه ايه قتلوه العمروتي ده طول عمره داهيه يعرف ازاي يكسب اللي قصاده قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيبه بس افندينا مش ساهل انا مش فاهم حاجه انت مبسوطه ولا زعلانه ولا قلقانه ولا ايه بالظبط خميس رجع السوق تاني وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجه ما انت لسه قايله يا حاجه ابنك مش سهل
طبعا ابني. هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق حاجة، البضاعة اتصبرت في الصعيد والرجالة جاهزة. أنا حضرت الفلوس وإن شاء الله هنزل عشان أخلص فيها. مش لوحدك يا أبو سنة؟ طبعا الرجالة معايا، ولا عايزة كلام؟ لا، القصد إن خميس يروح يسلم ويستلم. خميس؟ أفدين؟ وماله؟ يا سلام، مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا و بقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة و... ما أنا عارف. أنا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وأنا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وأنت صغير وأنا مراقبك وعجبتني لأن ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني أكتر إن أنت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشة في دوامة. الطحنة دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يوانوي، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص. بقى بيدور على خطين أبيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ أنت عايز مني إيه بالظبط يا باشا؟ أنا اصطفيتك يا خميس. خليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني اغرق. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمة بتاعتك كلها من غير شوشرة؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المجتمع. والحقيقة ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ فيها مصر. يا أستاذ أنا مش هين عليا أشوفك كده بصراحة، أنت ياما وقفت جنبي، إديني لا مؤاخذة فرصة أرد لك المعروف. معروف؟ أيوة، أنت ياما حامدني يا أخويا من إيد الحكومة ومقالبها. الله، ما ترجعي الحريم دي المخزن وروح أنت نايم أنت كمان، أو روح أقلبه عشكه معاي زبون تاني ولا سوق نايم. السوق نايم، ده الكون كله نايم. خلاص يا أخويا، الرجالة ما بقاش ليها مزاج، اسألني أنا. بقول لك ايه،
انا بقى هسوقك واروقك، اقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا وشهم، قهوه ام ساميه. حتى القهوه مش عتقاها يا ام ساميه. ما هم بدأوا يقلوا. استلمي. افتح الباب يا واد يا حركات، يا اختي متداري في اني خن. حاضر حاضر. امر يا بلدينا. استاذ بدران ساكن هنا؟ ايوه. امال انت مين؟ انت اللي مين؟ الاستاذ بدران فين؟ سي بدران جو. طب قول اللي بره. طب ثواني. استنى استنى. خليك انت عروسه. أنا ولا ياكل معايا الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصوف لي في الليلة دي كلها حاجة إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمال. لكن أنا مش متجعجعة والصدر المكشوف. الله، العمروتي حط سيفه على رقاب الكل اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حد. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت. اسمعني. فرص جاية كتير والدار باين وعزامة تاخدش والفتحة مردودة بس السكة تفك والدنيا تسلك ونلاقيله مقتل نضربه فيه. ايوه لو ان انا مش حمل تلات ايام اصومهم. يعني عايزني اعمل ايه يا حاج؟ احط جزمة قديمة في بقي واسكت؟ اي ضربة هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني، لو رميتها هترد في وشك. انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له، ساعتها هتبقى اضيب صحيح. امرك يا معلم، امرك انت والباشا. اتكني لحمار. ما تفتحها يا بت. يا ماي شبرا ماشي عاجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طول. غبي زي امه، اعمل له ايه؟ ما علينا. نورني يا معلم. روح هاتيلي فحم. من عيني. بس على مهلك وانت ماشي. حاضر. يا بنت على مهلك. غبي زي امه. العاشي المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا. مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون، انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام، مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفلي السخن وافتحي الساقع شويه، خلينا نركلس ونقول الكلمتين. انا جايلك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري وانا ضميتها لدولاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما طلبكيش. نعم امال ليه قلت لي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك. انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول، هو كمان مش على هواكي، بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق، ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتسوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط. وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى. انك تعتصمي وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار، يمكن الباشا يتعاطف معاكي وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالب الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجمه. اتفضل.
ايه ده بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك، الظرفة اللي عاملة زي السجان في بيتي، انا خلاص خدت منها افراج، واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش، عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك، لا يطق لك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوم. ماشي انا هاخدها واضمها في دولاب الذكريات، يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي ريحتها حلوه؟ ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف نصوت ولم عليك الخل. يلا غور يا بنك. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. انسى بقى السيرة دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول، انما انا لا. وانت سيد العارفين، بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه، كل الشمال منفد على بعضه. عسل اسود. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. الله اكبر، الليله ليله عيد. قوم يا بنت اللي شبه دكر البط انت. الله يا اختي، الله اكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان، الود ود يذبح لك بنت من البنات. ما تعملوا حركه يا ولايه. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدران؟ يلا بنروح يا خميس. خفي يا ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصلا؟ ان شاء الله ما تخليك في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى؟ ان شاء الله. طب ادي الملقط وادي المرايه، وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنه النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه يا راجل. خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. بالله راحة شو؟ ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك؟ ماشي فضفض ترتاح، نتقاسم. مش هي دي اسمة الحق؟ كل الحكاية ان انا مزاجي مش رايق الليلة شوية بقى. ده كلام يتقال برضو؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعه الصعيد؟ يا شو، انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس هيطلع معاه مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده برضو. ما تاخذنيش يا معلم في اللي انا هقوله، بس الصراحه المصلحة فلتت من تحت باطك ونطت في عبء افنديك. شو ده؟ زيت في دقيق مالكش انك انت تخش فيه. وبدل ما انت ماسكه شنيور وعماله تنخوري في نفوخي، قومي طري القعده، اعملي حاجه، انزلي لك هزتين، هاتي حاجه تشرم اللي بتلطش وتطار الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا انسى ايه، بس احنا في نصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس؟ هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحه عليا، جسمي بيعلم. ما يعلم؟ مش انا المعلم؟ ها لازم اعلم
قوم يا بيت قومي. من الملل والزهق وقلة المزاج ده ملخص الوضع اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي بجد راجعة؟ اخيرا عرفت ان ليك اب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامة يا حبيبتي، احسن جالي مكالمة شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. انا بسأل نفسي انا مش مبسوط النهاردة ليه؟ عشان اتأخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مال. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. ايه الكلام ده؟ أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد، إحنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك؟ اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك إدي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا ملط وبعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك. استنى يا ملط، غيرت رأيي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي أمونة وانا بتعمل لي مساج. انا سعد. أمونة بعت لها جواب، أمونة ما ردتش عليا. أمونة إيه الأسباب؟ على كيفك وعلى كيفك إن شاء الله ما ربيتي عليا. أمونة أمونة إيه الأسباب؟ أمونة إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. اهلا 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 معلم خميس، نورت القهوه. ازيك شلوف؟ الله يخليك يا ريس. معلم، واحد سال عليك جوه. واحد مين؟ ما اعرفوش يا معلم، سال عليك ودخل قاعد جوه لوحده، هتلاقيه قاعد على اليمين عند الرجاله. استنى ما نشوف الحوار ايه اللي تشوفه معلم. ما تشوفش ورايا. سلوا سلوا، اقعدوا سلوا سلوا. ازيك يا فندينا؟ باشا نور يا باشا. معسل يا فندينا. قهوة كوارع. على عيني. حاضر. قهوة مظبوط على ما ساعة. ايه الطلب الغريبة دي يا باشا؟ أبدا، لقيت مزاجي مش رايق قلت أجي أظبطه أنا. أهلا أهلا أهلا. قالوا لي انك سألت عليا. قال استغناش عنك ابدا يا فندينا. طب ايه؟ نجيب حجر، طاوله، دومينو، سيجارتين نظبط بيهم دماغنا عشان الحكايه اللي هكلمك فيها. سيجارتين ملفوفين. الشقاوه دي يا باشا مش معقولة. طبعا افندينا هيغلب في انه يجيب لنا سجارتين مكفوفين.
اسر بيه انت جاي هنا عند افندينا في منطقته وعزوته وسط ناسه وانت طبعا راكن البوكس بعيد. انت فاكر ان انا جاي لحد هنا عشان البسك قضيه؟ اقعد يا افندينا اقعد يا شاه كان ما بتفضلش بحد. اقعد يتوب علينا ربنا. والله العظيم جاي عايز اشرب معاك سيجارتين. ما بشيلوش. قول لي ان مفيش، اتصرف، مش كيميا يعني. يا مغاوري خش لي القهوه. هتبعت تجيب من المكتب ولا ايه يا باشا؟ لا حلوه. انواع مفتخره. مستغربني صح؟ لا خالص. انا بس يعني اخر حاجه تخيلها الليله دي ان اشوف جنابك. قوم يا باشا. مغاوري السواق بتاعي حكومه يعني. عادي. واد غلبان من الغلابه الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزق. تعال يا مغاوري. تعال قرب. وريني معاك ايه. هو في سعادتك يا باشا؟ انا هعرف. هو في ايه يا باشا؟ معيش حاجه يا باشا. معيش حاجه يا باشا سعادتك. يا باشا ده اللي انا قلت لسعادتك عليه. تمام يا باشا. مغاوري قمر يا باشا. انده على كوارع خليه يسقيك شايف العربيه. بعد اذن الباشا. بعد اذن الباشا. عشان الدماغ تعلى. ويتوب علينا ربنا. الله يبارك لك يا باشا. غلابه. شايف الحبايه دي يا خميس؟ هي دي اللي انا بحلمها. انا ماليش في السلك الاوجه. انت عارف الكلام ده كويس. على الله تصمد للاخر يا خميس. اشمعنى انا يا باشا اللي جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لان انا كان كل همي اللي جوه جيب مغاوري. وانت كان كل همك تظبط مزاج مغاوري. انا بصيت لجيبه وانت قريب دماغه. عشان كده انا محتاج للي زيك يا خميس يبقى جنبي ويكمل اللي ناقص فيا. حط ايدك فيه يا خميس. نحارب بتوع الكم اللي خاربين دماغ شباب البلد دول. نحارب اي حاجه تخرب دماغ شباب مصر. ونقرا الفاتحه كمان على الحرب دي. الحشيش بره الحرب دي يا باشا. ايه؟ ايه؟ لا يا راجل.